الساعه ما لبناش بالماضي باق او انه سيرحل. اكيد من الناحيه المنطقيه اي مدرب يفشل في تحقيق رهانين مهمين كاس افريقيا والمونديال ربما عليه ان يرحل، وحتى العقد تاعو مع الاتحاديه يقول من حق الاتحاديه فسخ العقد قبل نهايه ديسمبر في حال عدم تاهيل كاس العالم، لانه العقد تاعو ينتهي بنهايه كاس العالم. احنا ما تاهلناش لكاس العالم، ممكن الاتحاديه تفسخ العقد تاعو. عدم يعني فصل بالماضي في مستقبله يطرح عده نقاط استفهام، هذا امر غير مقبول، لانه المنتخب الجزائري خلاص مازال ما طولنا نقول كاس العالم، عندنا 21 افريل، 21 افريل تبان يعاودوا الماتش ولا ما يعاودوش، ولكن عندنا بعد 21 افريل عندنا جوان تصفيه كاس امم افريقيا، المنتخب لن يتوقف عند عدم التاهل الى المونديال، علينا تحضير نهائيات كاس امم افريقيا، علينا اعاده بناء منتخب من جديد، نفكر منذ الان في كاس العالم 2026. الخطا اللي ارتكبوا بالماضي انه اكيد اعتمد على 14 ل 15 لاعب فقط، وبقيه اللاعبين نقول بين قوسين الشبان اللي كنا احنا بدينا عليهم منتخب قعدوا ديفيغورو في قائمه جمال بالماضي. لكن من ناحيه يعني من ما يخدم المنتخب في الوقت الحالي هو نوع من الاستقرار. عندنا ليشيونس قريبه بزاف، عندك مشكل اونيفو دو لا فيديراسيون، مشكل اونيفو في الطاقم الفني. علينا ضبط الامور. اذا كان يتعين بقاء بالماضي لازمنا على اليوم انه بالماضي باقي ونكمل العمل تاعنا، او اذا كان هذا المدرب سيرحل عليه الاعلان اليوم حتى نحضر خليفه ديالو. في كل الحالات لا لوجيك. هذا سؤال اخر رفيق، سؤالي كان باختصار هل سيكون لجمال بالماضي دور في تحديد الرئيس المقبل بصيغه او باخرى؟ لأن وجوده في قائمه المترشح الفلاني سيكسب هذاك المترشح قوه جماهيريه. وجوده في قائمه كيف وجوده في قائمه؟ وجود مثلا مصطفى مازا يترشح للانتخابات الفاب ويقول مصطفى مازا انه جمال بالماضي اقنعته بالبقاء الى غايه 2030 او 2050، يعني راح يكون ثقل لمصطفى مازا كمترشح. لا ما تقدرش تقول انت مترشح يقنع جمال بالماضي، جمال بالماضي دون كيلكو جور لازم يقول يبقى ولا يروح، الانتخابات راهي حتى 15 ماي، لا اعتقد انه بالماضي حيبقى حتى بعد 15 ماي ما حددش الموقف تاعو، وحنا عندنا مباريات في جوان. يعني هذا سؤال اخر. بالماضي سيفصل آخر. لا ما تقدر حتى مترشح يتكلم باسم رئيس الاتحاد او مترشح، اذا كان زفزاف مترشح ولا كان صادم مترشح. سمعنا مترشح قال باللي انه بالماضي ممكن يستمر 2016. نقلب لك السؤال تاعك لو سمحت. تفضل. لو سمحت، اعتقد انه حتى السلطات العموميه مازال ترتكز على جمال بالماضي، لانه الشعب مازال يحبه وبالك مقتنعين بلي دار عمل كبير، ربما مقتنعين بلي دار عمل كبير، لذلك ربما حيحرصوا على انه الرئيس المقبل للاتحاديه لازم يكون في توافق مع جمال بالماضي. هذا مؤكد، لو يبقى جمال بالماضي اعلم بان الرئيس المقبل يكون راضي عليه جمال بالماضي. لو لحقنا لهذه القناعه يترشح زفزاف مثلا يفوز جهيد زفزاف، لانه جهيد زفزاف خدم في هذه الفتره مع جمال بالماضي وكان توافق كبير بيناتهم. اعتقد انه على الاقل كسلطه عموميه مدى بهم ما يصيرش يعني اشكال اصطدام بين المدرب وبين رئيس الاتحاد الجديد، وكما صار لا فو باسي.